فالمعلم مأجور على كل حال سواء فهم الطالب أو لم يفهم. فإذا فهم ما علمه وانتفع به بنفسه ونفع غيره كان أجرا جاريا للمعلم، هذه أخرى. المنتفع بعلمه وربما يكونون الأكثر، هؤلاء حسنة جارية تبقى لهذا الذي علمهم، لهذا الذي علمهم تبقى حسنة جارية. وكما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. فالعلم الذي ينتفع به سواء ألقاه على الطلاب مشافهة فحفظوه وضبطوه عنه، أو كتبه في كتاب فقرأوه في حياته أو بعد مماته، فإن هذا يبقى حسنة جارية وثوابا جاريا للمعلم.